محمد سعد والاخ محمد سعد اللي كان معانا اعتقد امبارح، اللي كان بيدور على والده امبارح. محمد معايا، مساء الخير يا محمد. مساء الفل يا استاذ. انت كنت سامع سعاده السفير عادل الالفي؟ انا دخلت متاخر بس اكيد عارف سعاده السفير قال ايه. ازيك يا سعاده السفير؟ اولا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. هو حضرتك من المتطوعين من الجاليه المصري؟ لا يا فندم، انا محمد سعد اللي كنت قاعد مع حضرتك اللي كنت معانا امبارح. تمام تمام. طيب يا محمد، ايه تعليقك بقى على الكلام اللي قاله سعادة السفير؟ اولا بس انا عايز اقول حاجه بس لسعادة السفير. اولا السفاره ما كانش ليها دور خالص عندنا في الحادث اللي حصل دي نمره واحد. وانا سمعت سياده السفير فارجو ان هو يتسع صدره الكلام اللي انا هقوله، وانا النهارده ان شاء الله اهدى من المره اللي فاتت لما كنت مع حضرتك في البرنامج. تحت امرك تحت امرك. ماشي يا فندم. نمره واحد، انا بس عايز اقول ان السفاره للاسف ما كانش ليها اي دور في الموضوع ده كله من الالف الى الياء، دي نمره واحد. نمره اثنين، السفاره كانت اجازه والناس كانت بتعيد وفرحانه، دي نمره اثنين. نمره ثلاثه، الناس في الكونسوليه اتصلت بالناس المتطوعين اللي احنا كنا عاملين جروب مع نفسنا على الواتساب، عمالين كلنا بنقول البيانات والمصابين والحالات والمفقودين، الناس السعوديين زي ما قلت قبل كده، والناس المصريين اللي هناك اللي سابوا اشغالهم وسابوا عيالهم، فضلوا يروحوا ويدوروا على الناس ويبعتوا لنا يا عيني الصور ويبعتوا لنا الاسماء ويقولوا لنا مين الناس دي ومين الناس دي. ده يا جماعه لان في الحته الفلانيه وبيعملوا كشف المصابين وبيعملوا كشف الضحايا وبيعملوا كشف المفقودين. دي نمره واحد. في القنصليه بالظبط مفيش غير اول امبارح بالظبط بدات تتصل بالناس المتطوعه ديت لما عرفت اساميها ولما عرفت ارقام تليفوناتها، كلمتها عشان تقول لهم لا سمحت يا جماعه ادونا ارقامكم وادونا اساميكم عشان نعمل لكم جوابات تروحوا بيها الى المستشفيات وتبقوا نيابه عن السفاره بتاعتنا. ده مبدئيا بالنسبه لقصه الاهتمام بتاع السفاره يا فندم. انا بس عايز اقول للسفير زي ما كنت موجود. طب استاذنك يا محمد بس اخد رد من السفير على الكلام ده. أوكي. هو فعلا فعلا يا سعاده السفير انتوا كنتوا بتعيدوا وما كنتوش يعني مهتمين بالموضوع؟ طيب اولا حضرتك يعني هو الاخ الكريم وانا مقدر جدا مشاعره وغيرته على انا بتكلم مع حضرتك النهارده هادي جدا لان انا خلاص انا مستني اسم والدي. طب ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى يطمن قلبك. انا بس عايز اقول حضرتك انه الدور كلمه دور السفاره ودور القنصليه العامه هنا في جده غائب، مش ما يعني ما لا توضح غائب في ايه. انا عايز اقول لحضرتك احنا اقول لحضرتك اول ايه يا فندم معلش انا في موسم الحج احنا بنعمل في موسم الحج. انا هسيب حضرتك تكمل بس اقول كلمه غائب مع اذن حضرتك سياده السفير. اتفضل. تمام. دور السفاره كان غائب ان كل الناس المتطوعين بلا استثناء الناس اللي احنا ما نعرفهاش اللي هي كانت بتروح لكل المستشفيات وكل الاماكن اللي فيها حالات. وانا عايز اقول لحضرتك ال 16 مستشفى اللي موجودين في جده والمستشفيات اللي موجوده في مكه وفي منى كانوا بيروحوا بيقولوا لهم مفيش حد من الاستفاره بتاعتكم سال ولا اتكلم. لما الناس كانت بتروح بيقولوا لهم ده السفير المغربي، السفير الفلسطيني، الهندي، كلهم ممثلين من السفاره يا فندم رسميين بيروحوا. يا فندم هذا غير صحيح. انا هكمل كلامي يا فندم واسمح حضرتك في النقطه دي بعد اذن حضرتك يعني يا ريت صدرك يتسع للكلام بتاعي. طب تمام. انا عايز اتكلم كمان برضه ارد. اتفضل يا فندم اتفضل. انا قلت النقطه يعني اولا تعليقا اولا اول حاجه فكره ان 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 السفاره كانت في اجازه هذا غير حقيقي. هناك غرفه عمليات تعمل على مدار الساعه تم تفتيشها وقت الحادث. في نقاط تم نشرها في مكان الحادث في المشرحه وفي المستشفيات في عده مستشفيات وفي مكه. للاسف ممكن ارد على النقطه دي حضرتك الافراد دي اعدادها لن مش هيبان في وسط هذه الزحمه، لكن انا عندي كشف وهعلنه على صفحتنا او بالطريقه اللي انتوا عايزينها في اسم كل واحد ومكان مسؤوليته ورقم تليفونه وتفضلوا باجراء الاتصالات وشوفوا شيكوا بنفسكم. تم ممكن بالنسبه ممكن ارد عدد الاتصالات كتير جدا 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 ممكن يفوق طاقه اي جهه على تحمل يعني الاتصالات. طيب ومع ذلك احنا طب يا فندم ممكن ارد على نقطتين دول بعد اذن حضرتك؟ كرر لسعادتك يا فندم نحن ندعم دور البعثة الرسمية هنا، احنا بنشارك يعني بنساندهم بنقدم لهم الدعم اللازم لان هم يشوفوا شغلهم. طيب احنا منتشرين في كل مكان. طيب خليني معلش يا محمد معلش يا سعادة السفير انا بس عايز اشرك معايا. اسمح لي يا محمد.